وبعدين بنحط العينات جوه الجهاز ده كده وننزل عليه الحمل بتاعه ده. كذا عينه في بعض ايه؟ كذا عينه في بعض. اهو العينات تحت بعضها، كل عينه لوحدها. ايوه يتحطوا تحت بعض، تمام. وبعدين هنا بحط بقى التقل ده. التقل ده ما بيتحط ضغط عليهم. خلاص لما بيضغط عليهم بروح انا قافل كده. لما بقفل بشيل ده خلاص، بقت العينات مكبوسه كأن التقل ده موجود. بعد كده بفتح الفرن بتاعي، اكون ظابط درجه الحراره عند 37، واحط في الفرن لمده 4 ساعات. تمام، درجه الحراره بتتظبط من هنا تبقى 37 بالظبط. تمام، تحط في الكهرباء يشتغل، وتظبط عدد الساعات بتاعته، تايمر الساعات اهو 4 ساعات بالظبط عند درجه الحراره 37، وبعدين هو بيطفي اوتوماتيك لوحده. بعد كده بطلع عينات اجففها واقيمها بالجري سكيل زي ما قيمنا عينات هناك. نفس الكلام بيتعمل في الغسيل بالظبط في الجهاز اللي شفتوه هناك ده. اوكي، بس كده نفس الخامه ولا كذا نوع من الخامه؟ هدي لكم جدول صغير كده اللي هو في المواصفه، بيقول ان لو العينه قطن يتحط معاها ايه، لو العينه بوليستر يتحط معاها ايه، لو العينه صوف يتحط معاها. في جدول هي قصدها لما نحطها هنا مع بعض كذا يعني خامه مثلا 6 عينات، بس لازم يكون نفس يعني ده يكون قلوي يبقى كله قلوي، بس عينات مختلفه مش مشكله خالص. خامات مختلفة مش مشكله، لان كل خامه عشان الحامض ما ينفعش يتحط على بعض. تمام، وهو عادة الجهاز ده بيبقى فيه منه جزئين عشان نشتغل في وقت واحد قلوي وحمضي، بس انا بصنعهم حاليا في ورشة بيعملوهم وهيجيبوهم لي. معلش انا عايزة افهم تاني الجزئية بتاعت يعني انا عندي الخامة اللي انا بعملها التجربة بتاعتي، في خامتين تانيين انا بحطها دول ما بين دول كلهم بيبقوا واحدة، دول الثلاث خامات دول بيبقوا حاجة واحدة متخلطين في بعض وبيتحطوا هنا مع بعض. يعني الثلاث شرايح دول يبقوا عينة واحدة اللي هو سي قطن معاها صوف ومعاها قطن، حطوا بين دول تبقى دي عينه تانية. ممكن بقى معايا عينه تانية حرير هعمل لها الاقمشه الملاصقه ليها واحطها معاها هنا. اوكي.